مابقاش الاسم كيدور ولا كيتسمى شي واحد في بروكسل. هاد الناس هادو اللي باعوا صوت الجاليه المغربيه، وانت عارف السي سعد السفير، تعرف القصه ديال راديو المنار. راديو المنار حتى واحد كيطرق لهاد الموضوع هذا، وهذه فرصه ثمينه باش نعبر على نفسي وعلى هاد الجاليه هادي، اسم هاد الجاليه هادي. هاد الناس باعوا صوت الجاليه، باعوا صوت الجاليه المغربيه. سعد السفير الاخر اللي كان موجود معنا السيد سامر الدار عارف القصه، والوجود ديالو الاتيان ديالو الى بروكسل، كان يعني فيه فيه الخير، لان جا في 2008 ورمبلاصا السيد محمد عامر. خصو يعرف اي مغربي الجاليه اللي كتمثل الجاليه، كتعرف ان الاعلام هي السلطه الرابعه بعد ثلاث سلطات اللي هي مهمه جدا. كيف يقال ان هذه الجاليه تبارك الله عليها قد يعني ما كاينش، يعني الجاليه كبيره وكبيره جدا. بروكسل بوحدي اكثر من 400,000 نسمه ديال الجاليه المغربيه، ويبيعوا الصوت ديال الجاليه. سعاده السفير الله يخليك، هذه فرصه ثمينه، وانا كنقولها وكنكررها وكنعاودها، انا ما كنرضاش بهاد الناس هادو اللي باعوا لنا الصوت ديالنا. والمغاربه فيهم رجال، المغاربه فيهم رجال، هادو باعونا، باعوا الصوت ديالنا. شفتي ناس بيان، انا بارو دوا دو فوندغي ناس بيان. ما بقاش يضحك على المغاربه، وما يضحكوش على المغاربه. وهذه فرصه، انا في هذا المقام هذا ديال القرصولية، وانا مغربي وافتخر ان اكون مغربي، وكنموت على الرايه ديال المغرب، باعونا وباعوا الصوت ديال الجاليه. الراديو ديالنا يرجع، وهذه هي مناسبه، لان هذا الراديو هذا اللي كيخدم دابا حاليا وانا لا اعترف به، لان ما بني على باطل فهو باطل. هذا الراديو هذا خصو يوقف، لانه وقف في 22 جويي باسي، 22 في الشهر 7 الماضي كان خصو يوقف هذا الراديو هذا، لان 9 سنين ديال الكونترا انتهت. دابا انتم المسؤوليه في يدكم سعاده السفير، تردوا هذا الراديو هذا ديال المغاربه، تردوه للمغاربه، وما يضحك عليكم حتى شي واحد. وشكرا جزيلا، وكنشكر الجميع.